مشاهدينا ومشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقه جديده ببرنامجكم عما يتساءلون مع احمد عبدون. بكره ان شاء الله لقاء هام وموضوع مهم بنتكلم فيه عن الصداقه بين الرجل والمراه. هو في صداقه اساسا ما بين الرجل والمراه، ولا ممكن نقول الصداقه ما هي الا حب على نار هادئه؟ وهل الصداقه في يوم من الايام ممكن تتحول الى حب، ولا العكس ممكن عندما ينتهي الحب تتحول الامور الى صداقه؟ ده موضوعنا بكره ان شاء الله. النهارده بنبحر كده سويا الى الزمن الجميل، الى زمن الفن الجميل اللي احنا تربينا عليه، وزمن القيم والمبادئ متمثل فيه مخرجتنا النهارده انعام محمد علي. اهلا بيك يا استاذ انعام. اهلا بيك، وشرف لنا نكون موجود قدام حضرتك. شكرا. يعني هو شرف لاي اعلامي كده وحلم ان هو يقعد في يوم من الايام مع حضرتك. شكرا. طب وقبل ما نبدا بس بالموضوعات، ايه رايك في موضوع الصداقه بين الرجل والمراه؟ في صداقه بين الرجل والمراه ولا ما فيش؟ بحكم ان المراه دلوقتي بقت في كل مكان، وان الاختلاط بقى شيء عادي، وفي العمل ده احنا عندنا 8 وزيرات، فطبعا لازم يبقى في نوع من الزماله والصداقه، لكن مش لازم يعني نفسرها اي تفسير يعني. يعني ممكن يكون في صداقه عادي بين الرجل والمراه. ولا الشغل هيمشي ازاي؟ لا يمشي بالزمان والصداقه من غير زماله وموده وعلاقه في احيان وصداقه وصداقه انسانيه وكله طبعا. طيب نبدا على طول. احنا لسه هنناقش ده. احنا لسه واحنا في خلاص يعني في النصف الثاني من القرن ال 21 لسه هنناقش ده. يعني موضوع الصداقه بين الرجل والمراه ده شيء عادي، والصداقه برضه بين الرجل والمراه المتزوجه ده عادي؟ صداقه بين يعني إيه؟ الراجل ممكن يصادق ست متجوزه عادي ولا ده يعني؟ لا، هي شو اولا ايه مفهوم الصداقه دي، وايه ولا اي والى اي مدى الصداقه دي؟ يعني ده غير ده، صداقه الزماله في العمل غير صداقه ان في علاقه خاصه بين زوجه وبين شخص تاني. الصداقه كده اللي انت متصورينها، يعني هل هي يجب او لا يجب؟ دي لازم لانها تبقى علاقه خاصه، مش علاقه يعني تبقى العلاقه يعني تبعث على الريبه يعني. نعم. هو برضه احنا يعني لازم فعلا نعرف معنى الصداقه، يعني ايه ما هو المقصود بمعنى الصداقه، وايه الفرق ما بين الزماله والصداقه عشان الموضوع محدد. عندنا النهارده موضوعات كثيره، واحنا النهارده ده الحلقه الاولى مع ضيفتي الكريمه، واتفقت معاها يكون معانا حلقات تانية بنتكلم فيها عن الاعمال القيمه. عندي ام كلثوم، عندي الحب واشياء اخرى، عندي طريق الى ايلات، عندي ام كلثوم، وعندي ضمير ابله حكمت، معايا موضوعات كثيره. بس خلينا في البدايه نتكلم عن دراما 2018، واحنا بنتكلم مع حضرتك هنشوف يعني بعض المشاهد منها واحنا بنتكلم كده. انا عارف كنت متابعه جيده للدراما السنة. الحد ما يعني انا مسؤول عن الميديا ووتش في المجلس القومي لحقوق الانسان، وبتابع الدراما رمضان انا ومجموعه نقاد معايا يعني. نعم. انا كان يعني كان في متوزع عليا او اخترت 5 اعمال يعني تابعتهم من اولهم لاخرهم. هل اخترتيهم يعني. مش هم اللي قالوا لك لا شوفي دول؟ لا 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 لا، انا اللي بنختار. احنا اللي بنختار. اخترتي ايه الاول المسلسلات؟ كان المسلسل عادل امام، عوالم خفية. عوالم خفية وبالحجم العائلي، يحيى الفخراني، واختفاء، نيلي كريم، وكمان وشفت عمر المصري، عمر ابو عمر المصري، وشفت اجزاء بقى من اللي هي محمد رمضان، نسر الصعيد. نسر الصعيد، وشفت كمان طايا، يعني جزء كبير من طايا. يعني تقييمك بقى يعني أميرة الدراما كده العربية لما تشاهد هذه الأعمال، شايفاها زي في 2018؟ الحقيقة يعني أنا اللي شدني واللي شفته أنه هو نموذج للمسلسل التلفزيوني اللي المفروض التلفزيون بيوجه يعني أعماله لمين في المقام الأول؟ الميديوم أو الجمهور المستهدف للدراما التلفزيون هو الأسرة، لانه بيخش البيت من غير استئذان يعني. نموذج المسلسل اللي ممكن يخش البيت من غير استئذان وتشوف الاسره ويمتعها، لانه كمان بطوله اسره، هو الحجم العائلي. وكان بيفكرني بمسلسلات رمضان اللي في السبعينات والثمانينات والتسعينات، حيث كان المسلسل الكوميدي، المسلسل الرئيسي هو المسلسل الكوميدي، كان مسلسل كوميدي واحد
ممكن يبقى في مسلسل تاني او اتنين، انما كان المسلسل الرئيسي هو مسلسل كوميدي وتالت سنويا جنب الفوزير وجنب الف ليله وليله. برغم ان هذا المسلسل البعض انتقد فيه فكره ان في سنجل ماذر وان ممكن يحصل حمل بدون فكره وجود زواج او فكره ان يكون في استمراريه في الحياه الزوجيه. سنجل ماذر دي كتير في بيوت كتير، يعني هي اللي هي يعني ربه الاسره اللي هي ربتها لوحديها. لا 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 دي يعني هو كان في بعض قال في بعض الاباحيه. ما هو لا هو في الاخر انت بتطرح مشكله، انت ما بتقولش المشكله دي هي المثلى هي هو القدوه، لكن انت خلال المسلسل بتعمل توازن للمشكله دي. يعني اذا افضل مسلسل من وجهه نظرك بالحجم العالي واسوا مسلسل؟ لا ما اقدرش اقول اسوا يعني مسلسل. طب ايه اللي ضايقك في المسلسلات؟ ضايقني كتير من المسلسلات هو حكايه ان احنا هم ما بيخشوش بال 30 حلقه، انما بيخشوا بيبتدوا تصوير بخمس ست حلقات سبع حلقات بالكتير، وبعدين يتكتب المسلسل اثناء العمل، فانت تلاقي بدايه مبشره وبعدين مع تصاعد المسلسل ومع توالي الايام في الاغلب بتبقى النهايه محبطه، لان النهايه تحس انها اتعملت بسرعه جدا، كتب بسرعه وتصورت بسرعه وفي الاخر طلعت غير مقنعه، مع ان النهايه دي من اهم الحلقات في اي مسلسل. لان هي اللي بتنبئ يعني من خلالها المسلسل ده هيستمر مع المشاهد ولا هينساه بعد ما تنزل كلمه النهايه. يعني بمعناها يعني انا من انصار المسلسل المفروض يبتدي حيث ينتهي. بس هنا نقطة مهمة، حضرتك كمخرجة بتخرجي العمل لما بيجيلك زي ما هو ولا ممكن يكون لك وجهة نظر في نهايته؟ مثلا النهايات زي مثلا قصة الأمس والحاجات دي اللي هي بيبقى فيها قرار مصيري وكلنا قاعدين مترقبين هو هيرجع لمراته ولا قولي الحاجات دي بقى. أنا يعني كل يعني منهاجي كله إن لما أتفق على مشروع معين بتفرغ له تماما بدءا من الكتابة. يعني مجيليش نص جاهز، انا ببقى مع الكاتب ونقرا سوا ونتناقش سوا ونصلح سوا وكل دوا لغايه ما اخد النص احس ان بولادة. ان الاقتناع الكامل بقى عندي يعني. يعني انا ما اقدرش اعمل حاجه، ما اقدرش اعمل مشهد انا مش حساسه. بس يعني السيده الفاضله انعام محمد عايز بتكلمي على قصص كتبها اسامه انور عكاشه. حتى اي مؤلف يعني بالضمير قبل حكمه على سبيل المثال، ايوه اثناء كتابتها كنت متفرغه تماما واخد كلها ومعاه واخد كل حلقه منه واقراها مع مدام فاتن حمامه. وبعدين لو كان في بين وجهه نظر ممكن كمان هي بس هي متفق بين المؤلف والمخرج. هندخل في تفاصيل ربما يعني بيحضرني العصر اللي عايشين فيه النهارده من عصر المسلسل تم عرضه في 91 واحنا بنتكلم على ضمير ابله حكمت لابله فهيتا. بشوف المقارنه بين ابله فهيتا وابله حكمت مع صاحبه بقى الفكره وازاي اقنعت فاتن حمامه وازاي اتكلمت مع اسامه نور عكاشه كل هذه التفاصيل، بس نشوف ونخليكم كده تعقدوا مقارنه ما بين عصر حكمه هاشم وعصر اللي احنا عايشين فيه عصر ابله فهيتا. اتفضل. احساسك ايه بقى واحنا بنوري لك العصر اللي احنا عايشين فيه النهارده، عصر ابله فهيتا وعندك ابله حكمت؟ الاثنين ابله برضه. والاثنين ابله ابلهات يعني. الاثنين ابله، بس دي ابله فهيتا ودي ابله حكمت يعني من الحكمه. البعض كان بينتقد فكره ابله فهيتا، ليه ابله؟ ليه بمناسبه ال ابله حكمت يعني. والفرق طبعا كبير بين ابله حكمت وابله فهيتا. ان لما انا لما اقنعت فاتن حمامه بانها تطلع على الناس من خلال الشاشه الصغيره اللي هي الوقت بيشوفوها ملايين وبقت جماهيريتها اكبر كتير من السينما. يعني بعد تردد قالت لي ممكن، بس انا عايزه مسلسل يبقى يعني فيه تربوي،
يبقى في بنقول للناس قيم، بنقول لان الشارع الكلام ده كان 89 لان الشارع المصري دلوقتي بقى يعني بتغلب عليه الغوغائيه. فاتر حمامة قالت لحضرتك سنه 89 الشارع المصري كان فيه غوغائيه، وان الكلام والحوار والحوار بقت فيها كلمات يعني نابيه كتير يعني. طبعا مش عايزه اقول الا يعني، فهي عايزه تهذب من سلوك الشارع المصري. الشارع المصري ما قالتليش هتدولي كام، ما قالتش يعني موضوع الفلوس ده مش هو ده كان. لا هي خدت اكبر اجر الممثله وقتها يعني اللي هو 5000 جنيه في الحلقه. في الحلقه بمعنى 75000 جنيه. 75000 جنيه هو ما تقاضته سيد الشاشه العربيه على المسلسل. طب بدات الحكايه ازاي؟ انا قالوا لي هيك كنت زعلانه جدا ان شاديه الله يرحمها ما قدرتوش تخلوها تقف قدام شاشه صغيره. بدأت ان انا كنت في الثمانينات يعني بيعتبر ان ممكن العشر سنين اللي انا ابتديت وبقى لي وجودي يعني. فكان كل من مدام فاتن ومدام شادية ومدام ماجدة بعد كل عمل اعمله بيبقى فيه، خصوصا ان انا كنت تقريبا المخرجه المرأة في وقتها. اول مخرجه افتكر اول مخرجه، لكن في يعني في الوقت ده مخرجه المرأة بين الرجال يعني. فكان يتصلوا بيا ويهنوني على العمل. فالاول مدام شادية قالت لي انا عايزه اعمل مسلسل تخرجوا لي. فاكره ان احنا اتقابلنا مع بعض في مسرحيه ريو سكينة. فرحت لاسامه قلت له دلوقتي مدام فاتن عايزه مسلسل وصباح مراكش. فروحنا لمدام شادية البيت وكله يعني، بس اسامه كان عنده شغل كتير جدا ففضل ياجل في المسلسل لغايه لما مدام شادية اتحجبت. زي ما قلت لك ان مدام فاتن كانت بتتصل بيا بعد الفكره، اتصلت بيا بعد الحب واشياء اخرى واعمال اخرى يعني. فقلت لها فلقيت انا من احساسي حسيت انها ممكن تكون بتفكر انها تقدم عمل للتلفزيون. فقلت لها ما نفسكيش انك تطلي على الناس من خلال الشاشه الصغيره الوقت ده ميديم بقى المشاهدين وبالملايين، ومش بس في مصر ده في المنطقه العربيه كلها، ومشاهدين اضعاف السينما اضعاف مشاهدي السينما. فهي قالت لي يعني انا بفكر بس انا نفسي في عم زي ما قلت لها يعني عشان ما اكررش الكلام. رحتي بقى قعدتي مع اسامه نوركاشه؟ ايوه رحت لاسامه نوركاشه وقلت له قلت له الكلام ده. وقد كانت ابله حكمت يعني، اللي فكر اسامه عوكاشه في ابله حكمت اللي هي نظره مدرسه. والدور ده كان يتلائم مع مدام فاتن في المرحله العمريه دي نظره مدرسه يعني. الطريف بقى جدا او يعني اللي خضنا جدا الحقيقه ان احنا انا قعدت اسامه قعد سنه يكتب في المسلسل وانا باخد منه الحلقه واقراها لمدام فاتن ونتفق او يبقى في شويه ملحوظات وانقلها لاسامه يعني، كنت الوسيط يعني. اسامه حساس قوي بالنسبه رأي الممثل يعني، لكن مش حساس بالنسبه للمخرج لان يعني بنعتبر احنا واحنا بعض شركاء في العمل يعني. وخصوصا ان احنا مش اي مؤلف بشتغل معاه، لازم مؤلف يكون متفق معايا في رؤيايا في وجهه نظري في همي في كل ده يعني. يعني حلقه الوصل ما بين سيد الشاشه العربيه فاتر حمام بين اسامه نوركاشه كان زي ايه يعني؟ لو تفتكر احنا كلنا على فكره حافظين المسلسل يعني. كان زي ايه تدخلها في بعض؟ لا انا كنت عايزه اقول لك حاجه بس قبل ما ان بعد السنه دي ابتدينا نبدا ديكور وحددنا ميعاد التصوير وده وكان ده في بدايات 1990 يعني. لقينا مدام فاتن بتصل بيا بتقول لي انها معتذره عن المسلسل. طبعا احنا اتخضينا جدا يعني، وخصوصا ممدوح الليسي كان قطاع الانتاج لسه قطاع وليد انشئ ديسمبر 1998 قصدي 89 يعني نفسا وقبل حكمة كانت اول اعماله يعني.
المهم قلت له طلع لازم نفكر في البديل. قال انا مش هيب اطلاقا. طب ما بتعتذر ليه خايفه؟ لا؟ يعني كانت بتعتذر ليه خايفه من لا هي كان السبب الاعتذار ان المؤلف مش رافض ان هو بعض التعديلات اللي هي طالباها يعني. زي ايه بقى؟ ممتازه. ما انا مش فاكره بالظبط ايه بالتفاصيل. بس بقى استجاب للتعديلات. لا ما هو لا جمعنا انا ومدام فاتن واسامه في مكتبه واتكلم في الموضوع. وبعدين اسامه قال انا هعمل التعديلات اللي طالباها مدام انعام. فالمهم يعني مش مهما فاتن يعني يعني مش مهما كان مهما كان. المهم هو كان شاطر في احتواء الموقف وما خرجناش من عنده الا لما حدد اول يوم تصوير. فقلت له بس الديكور ما خلص. قال لي نبتدوا خارجي، مش عندكم مشهد نوى في اسكندريه وخلاص احنا في شهر مارس دلوقتي ونوى يمكن تنتهي يعني في نص الشهر. سافروا هو عايز يعني زي ما بيقولوا كده ايه يعني العجله ابتدينا 9 مارس 1990 في اسكندريه. بس هي برضو كان لها تحفظ ان هي لا 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 صحافه ولا اعلام ولا اي حد يعرف انها ابتدت المسلسل الا لما هي تقول. طبعا هي كانت متوجسه يعني، لان انا وجهه نظري بقى عايز تقولي ايه السبب. السبب الحقيقي ان هي ست وراها 50 سنه نجوميه في السينما يعني، وداخله ميديوم جديد. هي مش خايفه لسه، التجربه مش باينه يعني، خايفه من ممكن التجربه الجديده تنتقص من نجوميتها دي يعني. فبعد ما قدمت رجل رجعت رجل. ولكن ابتدت يعني زي ما قلت لك يعني دفعنا ممدوح ليسي وابتدت. قبل ما نخش الاستوديو قالت انها مجموعه الممثلين، احنا كان معانا مجموعه ممثلين يمكن اغلب المسلسل في اسكندريه، لانها كنا بنبتدي بيهم المسلسل في مدرسه من مدارس اسكندريه. فقالت انا عايزه اجتمع بالممثلين دول عشان اكسر الرهبه او الحاجز اللي بيني وبينهم. فهي عزمتهم على العشاء وقعدنا وفعلا استطاعت انها كانت مجموعه كمهود الجندي وسامي بتاع عايد عبد العزيز وسمير عبد العزيز وعبله كامل وصلاح قبيل. وصلاح قبيل ما كانش المحافظ. كان محافظ. لا صلاح قبيل مش موجود في اسكندريه، ده مجموعه المدرسه يعني. مجموعه المدرسه ايوه. بس انا قالوا بعد كده ان الخلافات ده انتقلت ما بين يعني سيد الشاشه العربيه فاتن حمامه واسامه مراكشه الى ما بينكم انتوا الاثنين، يعني بيقولوا لي كان على طول في شد وجذب ما بين المخرجه و هي كانت هي طبعا وحده السنت وحده تصوير السينما هي اللقطه. في الوقت ده كنا بنستخدم 3 كاميرات. كنا بنصور بثلاث كاميرات، وثلاث كاميرات بيبقى لهم متطلباتهم ان احنا وحدتنا المشهد، وبالتالي لازم الممثل يبقى حافظ المشهد كله على بعضه، الحركه نفسها والحركه والميزانسين والحوار وكمان بيتعامل مع 3 كاميرات، يعني بيبقى له اللي هو سيستم معين هي مش واخده عليه هي كانت مشكلتها كمان الحفظ. لانها متعوده انها تصور اللقطه، ودي مساله مش مشكله، انما تحفظ مشهد من ديالوج كامل وتحفظ الحركه في ديالوج كامل. وخصوصا لما دخلت الاستوديو فوجئت بمجموعه الممثلين اللي كانوا بالنسبه لها صغيرين يعني ومش معروفين، انهم متمرسين قوي على هذا النوع السيستم ده. هي بالنسبه لهم ضيفه عليهم. فبصيت لقيتهم حافظين قوي، بيتحركوا صح قوي، بيتعاملوا مع الثلاث كاميرات بسلاسه وغيره. فكانت الاول في ارتباكه
موجودة يعني. كان لما بقول حاجة بص لقيها مندهشة من اللي أنا بقولها مثلا حاجات كده، خصوصا أن عادة مخرج السينما بيبقى موجود في الموقع مع الممثلين. مخرج اللي هو بيتصور بثلاث كاميرات بيبقى بعد ما بيعمل الحركة بيبقى في الكنترول روم وبيدير العملية من خلال الكنترول بالتوك باك وغيره حاجات كده. هي برضو مش متعودة، فين المخرج؟ مش قدامها يعني. كان في اشياء عامله لها يعني، بس فين بقى يعني نقطه الصدام اللي كانت وصلت لمرحله من المراحل هيك متمسكه بوجهه نظرك هي متمسكه بوجهه نظرك؟ لا هو مره هو طلعها في المره دي بس ناخد اول اتصال تليفوني من فرقه النهارده. استاذ محمد منور بيا، اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. استاذ محمد اتفضل. استاذ محمد وقت الخط قطع. طيب نرجع بقى للمره بقى من المرات اللي حصل فيها بقى الخلاف الشديد. لا هو انا مش فاكره قوي، لكن في مره انا لما هي اعترضت توقفت. انا ما انا يعني انا ما عندي، انا اتعودت ان مفيش ممثل يناقشني في البلاتو، مش معناه انها ديكتاتوريه. انا بعمل بالعكس، انا من النوع اللي بشرح لناس كل حاجة عشان يبقوا مقتنعين. بيبقى في بروفات في الترابيزة وبروفات قبل التصوير وحاجات ده، وبتتفهم كل شيء معمول ليه وعشان ايه، مش بس الممثل، للممثل والمصور وكل افراد طريقة الحركة يعني. كل افراد عمل لازم اللي بيشتغل يبقى فاهم بيعمل ايه. هي بقى ايه اللي ضايقها بعد ما تعمل؟ فهي كان عندها ملحوظات على حركه من الحركات، فرحت انا قافله السكريبت وقعدت بعيد، فجت لي وقالت لي انا ما اقصدش والله، انا بس عايز افهم. كان مره تانية كان انا كنت بطلب احيانا اعاده لاعاده لبعض تصوير بعض المشاهد يعني. ليه؟ لاني ما دام فاتن عشان كان قدرتها على الحفظ مش كبيره، فكان احيانا بعض الالفاظ تتلعثم فيها. طب بس عند الالفاظ بتتلعثم دي عشان معايا بس معايا فنان كبير محمود الجندي. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بيك يا اهلا بيك، منورني يا فندم باتصالك. الله يخليك، شكرا. علشان اسلم كمان على استاذي الاستاذ عصام. نعم. يعني حكايه الغريب وضمير ابله حكمت، تقول لنا بقى الشغل معاه متعب يا استاذ محمود؟ الشغل معاه ممتع الحقيقه، وهو متعب ليها. متعب ليها؟ هي بتتعب جدا وعشان كده بتصعب علينا يعني. بس حاسس معاناة اللي هي فيها. ايوه. ببقى مش عايز اعمل لها حاجه. انا عايز اعمل اقصى جهد ان انا ارضيها. ايوه. لان انا حاسس طبعا باللي هي بتعمله. مدرسه في كل مشهد بيتعمل نتعلم منه يعني. استاذ محمود لما تقف قدام، على فكره استاذ محمود من اكثر الممثلين اللي يريحوا المخرج. لانه جاهز دايما وحافظ دايما وملتقط لاي ملحوظه وبينفذها بشكل جيد جدا. الحمد لله. سمع حضرتك بس عشان ببقى خايف ازعلك، لانك لو هتزعلي هتبقى وحش بصراحه. طب خايف منه والله. نعم. يعني لما تقف قدام الكاميرات بتديرها المخرجه الكبيره انعام محمد علي، كلمني عن الفرق ما بينها وبين بقى المخرجين التانيين الموجودين في الزمن اللي احنا فيه ده. يعني بعض المخرجين بيقعدوا بالشورت فعلا، بيبقوا موجودين خلف الكاميرات بالشورت؟ بيقعدوا ايه؟ في مكان التصوير معاكم بالشورت يعني؟ خلاص انا قاعدين مساله ما بقتش يعني بصرف النظر عن الشورت. لا قاعد ما هوش جاهز، ما هوش عارف هو هيعمل ايه يعني. دلوقتي المخرج بيبقى قاعد مستني المونتير هو اللي يخرج له يعني. هو بيصور المشهد من 30 زاويه لغايه اما بيفضل الممثل عن انفعاله، بيخليه يقلد نفسه كل مره. بعمل المشهد اربع خمس مرات، كل شوط بعيده سبع ثمان مرات علشان من زاويه مختلفه، علشان في الاخر المونتير هو اللي اختار له انا شوت للداخل. والممثل بقى مش عارف هو انا شوت اللي هيتاخد ان عشان يركز فيه الانفعال. انما مع مدام انعام طبعا لانها عارفه هي بتعمل ايه وهحضر اللغه السينمائيه كويس، فهي بتبقى عارفه انا شوت اللي هيتاخد. فانا كمان ببقى مرتاح ان انا بقول الجمله دي هنا وانا عارف ان الجمله دي هي اللي المره دي هي اللي هتتاخد. نعم. فبالتالي ببقى حريص على ان انا اقولها بتركيز، انما كل مره اقول نفس الجمله وهذا بيتفرغ الممثل، بيبقى ممثل
اداؤه مش صح، ده مش عارف انهي مره اللي هتاخد منه. نعم، بشكرك جدا، بشكر الفنان الكبير محمود الجندي والفنان اللي بيدخل القلب، تحس على طول ان انت يعني في صله قرابه ما بينك وبين محمود الجندي. ده حقيقي، ده حقيقي. انا كنت عايزه اعلق على الكلام اللي قاله، يعني الزاويه من الكلام اللي قالها. انا ما بروحش الاستوديو الا اذا كان ورقي جاهز، زي ما ال 30 حلقه موجودين وعارفه بدايتي وعارفه نهايتي، ايضا السكريبت بتاعي مكتوب فيه الحركه، مكتوب فيه اللقطه، مكتوب فيه كل ملحوظات الاخراج. اول ما اروح المساعد المخرج ياخد مني النسخه ويفرغها للمصورين، واللي مكتوب هو اللي بيتنفس. يعني مفيش لحظه تفكير في البلاتون موجود لتنفيذ العمل، للاتقان، اللي في مجهود اتعمل قبل كده. ممكن المجهود ده ما ينميش الليل، ممكن المجهود ده ما يخليني عدد ساعات نومي ما تزيدش عن ساعتين ثلاثة في اليوم كله يعني. لكن لابد من ان انا اروح الاستوديو، عشان كده الاستوديو كان بيبقى منضبط. يعني لان اللي في السكريبت هو ده اللي هيتنفس من كتصوير وكحركه وككل. طيب نعود بقى مره اخرى الى السيده فاتن حمامه. قلتي بقى كان في بقى مره هي دي الموضوع كانت فانا كنت بأصر على الاعاده. ليه بقى أصر على الاعاده؟ لاني لو انا طلعت مثلا الديفوات العسام البسيطه دي على الشاشه، مش هيقولوا المدام فاتن، هيقولوا المخرجه. اللي هي عايز تقولي التلعثوم، اللي هي المخارج الحروف مش واضحه، مش واضحه، مش كامله. فكنت بأصر واقنعها لغايه لما اقنعها واعيد، وكان عمليه المونتاج بتتم من كذا تيك اللي انا اخذتهم. وعشان كده قبل حكمه بتبص تلاقي ما فيش صوره كامله. صوره كامله. احيانا برضو بيبقى انا عندي ملحوظات في الاداء يعني. انا عاده بتتقبل ده. هي راحت اشتكتني لممدوح الليث. طبعا اي ممثل من بيتقبل مني مهما كانت نجوميته يعني. لا، وكنت بتقولي ايه؟ بتقولي انت بتافواري. لا احسي لا كان في حاجه مش فاكره. انت قلت بتكلمني انا دي سنه 97 27 سنه صعب. انا مش فاكره بالظبط، انما هي كانت ايه، راحت اشتكتني على ان انا بعيدها، واشتكتني على اشياء ان انا احيانا بديها ملحوظات اداء يعني. نزل ممدوح في الاستوديو طبعا وبيعلي صوته وغيره، فانا فهمت، قلت له بص انا مستعد اسيب المسلسل وتجيب مخرج تاني من النهارده، او مستعد تشوف مخرج تاني وتجيبه وغيره. فحصل نوع من الصمت، الصمت عندها والصمت عند ممدوح الليثي، وقال لا انا ما عندناش حد يسيب العمل وكحاجه كده. لكن طب اقول لك الحاجه الفنيه، البعض كان بيشوف، انا شفتها في الوقت ده في التلفزيون، كانت نازله على السلم. حسيت انها ما اعرفش، هل ده انتوا كان عندكم بقى بتعملوا فلاتر معينه على الكاميرات وقالوا ايامها دي اول مره بيتم استخدام فلاتر بحيث يعني ما تبينش التجاعيد، يبين الوش يعني طال شويه، بيبين ان هو ابيض من اي حد تاني. هل ده حقيقي فعلا؟ وشفتها وكنت حاسس ان وزنها يعني المفروض الكاميرات بتتخن 7 كيلو. لا، هي كانت مليانه زي ما كانت بتطلع في التلفزيون. فمش فاهم، هل هي يعني انتوا كنتوا برضه لا ما فيش، مش ممكن، دي زوايا، دي زوايا التصوير. يعني طبعا دي حدائق مخرج يعني. طبعا انك انت ما تبينش اي ديفوهات للممثل يعني. دي حاجه. حاجه ثانيه، احنا كنا بنستخدم فلاتر فعلا. بس الفلاتر استخدمت في فاكر في استوديو نحاس، احنا صورناه في اكتر من مكان يعني. اسمه شان يعني نور. المدرسه كان في استوديو نحاس. وكان عندنا مدير التصوير وحيد فريد، فكان بيستخدم فلاتر. لكن جت الهندسه التلفزيون، وكان يميها المهندسين يعني. قالوا لا، ده الصوره كده ممكن يعني الكواليتي بتاعها مع الجينيريشن يعني مع كل نقل يعني يضعف، فتضيع الكواليتي يعني. فقالوا لا ما ينفعش. فعدنا بعض مشاهد بالفعل. هي جت عند مشاهد وقالت انا مش عايز اعيد. فبقت يعني سيبنا المشاهد دي. لكن لما رحنا اتصورنا في باقي المسلسل في استوديو 10، هم عملوا لنا سوفتنس للكاميرا.
يعني ما محتاجناش ان احنا نعمل فلترات بقى للوش ولا غيره في الاضاءه. فبقى الوش فيه سوفتنس من الكاميرا نفسها. اللي هي انت بتشوفه دلوقتي الكاميرات الجديده بتبين الممثلين يعني منورين منورين ومن غير اي تجاعيد ومن غير يعني مثلا الفنان عادل امام له وحده تصوير خاصه بيه وواحده تصوير خاصه ببقيه فريق المسلسل بتاعه. يبقى هو عشان كده بقى الكاميرات مختلفه بنظام مختلف. ممكن طيب. او ليه اضاءه مختلفه اضاءه مختلفه. طب يعني اكتر من كاميرات مختلفه هي اضاءه مختلفه. طب ناخد استاذ محمود. مين معانا التليفون يا جماعه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا استاذ عبد؟ ازيك يا استاذه؟ اهلا بيك. دره نساء وطني. دره نساء وطني. ربنا يخليك. عامله ايه يا ستي؟ ربنا يبارك فيكي. عندي سؤال وعندي امنيه. اتفضل. اول سؤال، ايه اخبار مسلسل الحلواني ومسلسل محمد علي باشا؟ متاخرين ليه؟ حلواني ما اتعمل، ده اتعمل كل اجزاء وكان بيكتبه استاذ محفوظ عبد الرحمن. لا انا بتكلم على طلعت حرب. انت قلت الحلواني. طلعت حرب لغايه دلوقتي مش لاقيين منتج، لان مثل هذه الاعمال المفروض كان بينتجها قطاع الانتاج او المدينه اللي يعني. والثلاثة متوقفين، لكن منتج القطاع الخاص بينتج نوعية. عندي أمنية. نعم. أتمنى إن الأساتذة اللي في الرقابة على الأعمال الفنية يكونوا بس عشر من سيادتك. ربنا يخليك. واحد على ألف من سيادتك. ربنا يخليك. فتتطهر والله هذه الأجواء يعني. ربنا يخليك. يعني بنشوف بلاوي، أنا معرفش بيعدوا الألفاظ والزبالة دي إزاي، أنا معرفش. لو سيادتك في الرقابة قسما بالله لنشوف أرقى 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 ما يمكن أن نرى. ربنا يخليك. ما نعرف نربي عيالنا. بشكرك يا استاذ محمود، وانت اديتني فرصه ان انا اسال سؤالين مهمين. السؤال الاولاني، معظم اعمالك من قطاع الدوله، يعني الاقي كده من قطاع الانتاج، صوت القاهره، التلفزيون الرسمي للدوله. ليه ما اشتغلتيش مع القطاع الخاص؟ هو بيدي فلوس اكتر. قبل هو بيتكلم في مساله. انا اشتغلت مع القطاع الخاص. ليه اكتر من تجربه، بس انا ما حبيتش التجارب قوي، لان تملي بيحسسوك انك انت بتضيع فلوسهم، بتسرق فلوسهم، حاجه كده بيحسبوها فلوس. مش بيحسبوها فن. ملهمش علاقه بالفن خالص. ده كل يوم عايزك تقدم لهم طريحه، انت عملت كام دقيقه، مش مهم بقى مستوى الدقائق دي، ولا قلت فيها ايه، ولا بتقول ايه، ولا هذا النص الجهد اللي محتاجه قد ايه. يعني مثلا السيره الذاتيه، انا كنت بس عايزه اعلق قبل ما بدات الكلام على الكلام اللي قاله، وخاصة بالالفاظ. انا لما كان في نص من النصوص، لما كان ممثل من الممثلين يقول ماشي، كلمه ماشي المنتشره قوي دلوقتي، اقول ستوب، مفيش في حاجه اسمها حاضر، وفي حاجه انا متشكر، حاجه كده، لكن مفيش حاجه اسمها ماشي. كانت ماشي ما تتقالش حتى عندي. ده ماشي ما كانتش ما تتقال. دلوقتي بيشتغل الاب والام في المسلسلات. فالقطاع الخاص بقى بيعد عليك الوقت، يعني بيعد الوقت. وانا فاكره في بدايتي كنت لسه صغيره جدا، بعمل مسلسل اطفال بطوله الفخراني، كان الفخراني وخمس اطفال، وكان من 10 حلقات. وكان الاطفال مطلعين عينيا، لان قياده الاطفال اصعب كتير جدا من الكبار. فطبعا انت محتاج وقت. وبعدين في الاخر النص المسلسل كان نص لسيد حجاب شاعرا صعب، فكمان لازم كمان يقول طبعا بالشعر العامي، عشان ولازم يطلع يعني كده في احساس الشعر. يعني حاجة مسلسل كان كمان من مبني على أسطورة، وده كان إنتاج لا ده مش بس ده كان إنتاج قطاع خاص. ممكن أقول لك المسلسل فكرته. مسلسل كان اسمه عودة السندباد. السندباد معروف إنه ظهر في بغداد. فهنا عودة السندباد في هذا العصر، وقابل مع مجموعة أطفال. فبعد ما كان بيوتش الاطفال بجولاته في الزمن القديم، خدوه الاطفال وفرجوه على في العالم العربي كله فيها ايه، فاندهش جدا وحس ان هم اللي بيعلموه مش هو اللي بيعلمهم. طب المنتج هنا عمل معاك ايه؟ كنت بتقول المنتج كان كل يوم يحسسني ان انا هفلسه، انا هضيع فلوسه وحاجات كده وابتدى، وانا عامله جهد جهيد
وطلع مسلسل جميل جدا، بس هو حاسبها فلوس، حاسبها فلوس، فزعلت يعني. اولا بحسسني بالذنب، في نفس الوقت زعلت ان انا مش مطلوب مني ان انا يعني ان انا يعني احنا دلوقتي بلغات بيقول لك دي سبوبه، يقول لك دي سبوبه ونخلص منها. احنا كام على الاجور كمان اللي تعدت الملايين؟ بس ناخد اتصال تليفوني من مين يا جماعه؟ جمال، اهلا بيك يا استاذ جمال، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه واتس اوت تلفزيون بس، واتفضل يا فندم. حاضر، اتفضل. الحقيقه يعني على مدى سنتين ثلاثه نفسي اكلم الشخصية الرائعة المخرجة. انا على فكرة سني 75 سنة، فيعني يعني مش صغير، ولكن بكل جوارحي بقدر السيدة انعام محمد علي. ربنا يخليك. بكل شخصيتي وبكل ثقافتي وبكل امكانياتي، وبرشحها بلا منازع. اذا كنا عايزين خير انا ارشحها وزيرة الثقافة لمصر. ربنا يخليك. مسلسل علي مصطفى مشرف، هذا الرجل هذا الرجل انا معلش منفعل شويه، فرجل من هذا الزمان. حضرتك هو بيتعرض دلوقتي، حضرتك متابعه؟ طبعا، ده انا اسمعه لك حلقه. الله ما بشوفه كل يوم، بشوفه على التابلت ونرجع نشوفه على القناه تاني. الله اولا علشان رحمه الله علي مصطفى مشرف. وبعدين عرفتينا النقراشي ومصطفى واحمد ماهر، وزي ما قلت لك انا همسك اعصابي شويه علشان اعرف اتكلم، ومصطفى النحاس والاحزاب انت ثقفتينا ثقافه عاليه جدا. انا مش مجامله يا سيده انعام محمد. لا ده انا اللي سعيده جدا بالكلام ده. شفتي بقى يعني اجيال شهور وعشر اللقاء اهو، قصه الامس. نعم. وعايزين في الوطنيه. وريتينا الطريق الى ايلات. يعني استاذ جمال انا بشكرك على المتابعه، بشكرك على المتابعه. دايما ذخر وفخر لمصر. انا بعتذر استاذ جمال، مش هقدر بس اطول في مكالمات عشان اخد بس اكبر قدر ممكن من التليفونات، وكمان نتكلم في مسلسل ام كلثوم. معايا سهير، اهلا بيك يا استاذ سهير، اتفضلي. استاذ سهير اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. انا عايزه اشكرك على عايزه اشكر حضرتك على الحلقتين امبارح والنهارده. بشكرك على غدا رجب، كانت معاكم امبارح. كانت اقول لحضرتك ايه، وكملتها بالعظيمه انعام محمد علي. ربنا يخليك. والله انا انت عارف انا ست كبيره 77 سنه. لا لسه بهذه شبابك يا فندم. الله يكرمك. بس انتاج الاستاذه انعام محمد علي. اثراء للاخلاق. واثراء للقيم. واثراء، يا ريت مش تبقى هي في الرقابه على الاعمال التلفزيونيه، تبقى في الرقابه على الدوله وكل مؤسسه الدوله. يعني بشكرك والله، ده يدل وينم عن ان احنا محتاجين حد يظبطنا، محتاجين يا جماعه نتوجه صح. هي بتقول لك هترفضها كلمه ماشي قبل كده. طب انا يعني في مسلسلات، طب انا بس نتكلم عن مسلسل ام كلثوم. بس هقول لكم انا امبارح كنت بتفرج على القناه الرابعه، انا من محبي ومن عشاق ام كلثوم، وبعدين لقيت اغنيه لام كلثوم، هشوف على الشاشه دلوقتي الصور الخاصه بيها، لقيت القناه الرابعه مكتوب القناه، وبعدين لقيت انا بسمع الحب كده، وبعدين لقيت مكتوب تحت الكتب الحب كده، يعني اللي كتب المسؤول ادي القناه الرابعه اهي، شوف الصوره اللي بعدها الحب كده، يعني زي ما يكون كذاب مش عارف يكتب الحب كده، وفضلت مكتوبه الحب كده غلط لمده ساعه ونص، ام كلثوم بتغني وانا قاعد مستمتع بالاغنيه، بس متضايق جدا ان ده تلفزيون بلدي ودي القناه الرابعه، وحد في حد يا جماعه في البلد ما يعرفش الحب كده بتتكتب ازاي؟ وبين انتهت الاغنيه اكتشفت في النهايه ان مكتوب الحب كده صاحب بيرم التونسي فانا يحزنني طبعا ان يكون خطا زي ده كان متواجد معانا في القناه الرابعه. طيب هناخد فاصل. فكره الحب كده كانت في ام كلثوم. في ام كلثوم. يا ريت كنت جبتها. لا انا بس اقول لك الخطا اللي مكتوب، انا قصدي اقول بس ان يعني لو انت يا جماعه مش عارفين تكتبوا صح ما تكتبوش.
يعني انا كان اكرم لي وافضل لي ان انا ما اكتبش اسم الاغنيه غير انها تفضل محطوطه لمده ساعه الحب بالالف كده. دي بالالف ده معناها ان لا كان في متابع ولا كان في مشرف ولا كان في رئيس قناه ولا كان في اي حد بيقول الشاشه دي بتصدر لنا اغنيه ام كلثوم واللي كاتبها كتبها غلط. طب هناخد فاصل اعلاني سريع، بعد الفاصل على طول هنرجع بام كلثوم وصابرين ونعرف هل فعلا نبيل العبيد كانت مرشحه لهذا المسلسل ولا بعد. رجعت لكم بعد الفاصل، وكنا في الفاصل بقول لضيفتي الكريمه يعني الطبيعي ان المشاهدين يتواصلوا ويبقى في تعاطف ما بينهم وبين الفنانين اللي هم النجوم بتوعهم، ولكن التعاطف واسم انعام محمد علي ماركه مسجله، يعني بقى العمل مرتبط باسمك يعني، وده شيء يعني يسعدنا جميعا. وبنبدا بثومه او ام كلثوم والمسلسل اللي جمع العرب من المحيط الى الخليج زي ما كانت هي فعلا بتجمعهم قبل وفاتها اثناء حفلاتها. ام كلثوم كانت الناس كلها مستغربه يعني بيقولوا اشمعنى ام كلثوم؟ كلميني بقى عن الفكره جت ازاي، وفعلا كانت نبيله عبيد مرشحه بقوه لهذا العمل ولا لا؟ اولا الفكره فكره الاستاذ محفوظ عبد الرحمن الله يرحمه، يعني عرضها عليا وانا وافقت على طول، ولكن بعد ما وافقت وشفت ردود فعل الناس، يعني مثلا لما كان حد يسالني مشروعك القادم ايه اقول له ام كلثوم، الاقيه برق يقول ام كلثوم هتقدروا تعملوها زي ما هي، مين هيقوم بدور ام كلثوم؟ ومين هيقدر يجسدها كمان؟ ده حاجه صعبه جدا. فأنا حقيقي حسيت إن أنا قصاد معضلة، وخصوصا إيه ده، أنا مش بس هجسد أم كلثوم، ده أنا هجسد مجموعة شخصيات حقيقية يعني موجودين، أحمد رامي وقصبجي وعبد الوهاب بالظبط. ولازم الناس ونجاح السيرة الذاتية مرتبطة بإن الناس تصدق السيرة الذاتية دي، لو ما صدقتهاش يبقى خلاص قفلت عليها. انا تملي بقول للسير الذاتيه ان تدي للشخص اللي انت بتجسده على الشاشه حياه اخرى، يا اما تعيد وقته لو المسلسل فشل. وده حصل في مسلسلات فشلت بعد كده لما قلدوا السير الذاتيه لعبد الحليم حافظ زي وسعاد حسني، يعني شوف كل حب سعاد حسني ده الناس عملوا مسلسل يعني اقل منها بكتير برضه. دليل كان ليلى مراد ما كانت بعيده ليلى مراد. طب بداتي بقى في مرحله البحث عن ام كلثوم، ما تقوليش ان صابرين كانت اول اسم. لا ما كانش اول اسم. مين بقى كان اول اسم؟ لا هي المشكله كانت انا كنت برضه حامله هم مين ام كلثوم. انا قعدت سنه اختار، ولاني كويس ان الاستاذ محفوظ كان بيكتب يعني لانه كتب المسلسل في سنتين يعني، فانا كانت قدامي فسحه من الوقت عشان تختار. افكر ثم اعيد ثم افكر ثم افكر افكر ثم افكر ثم افكر. كان اللي كان اللي هو اللي رشح نبيله عبيد كان الاستاذ يحيى العالمي، وكان وقتها رئيس قطاع الانتاج، انا كنت نائب بتاعه. وهو يعني عرفته ان كان في يعني كان في توصيه يعني بالحكايه دي. فقلت له طيب دلوقتي نبيل عبيد في سن معينه، طبعا احنا بنبتديها من ام كلثوم الشابه، طب ازاي هنعمل هتصوريها 50 سنه ازاي؟ قلت له كمان انا مش عايزه اجيب حد في مرحله الشباب، فيبقى تبقى عندي مشكله في المصداقيه برضو لما تكبر تبقى ممكن شكل تاني ولا غيره الحاجه من دي. قلت له كفايه الاطفال الصغيرين اللي هم برضو كانوا بيمثلوا مشكله، لان اللي هي الفنانه سهر اللي هي قامت دور ام كلثوم 7 سنوات، وال عبد الحكيم ريم ايهام عبد الحكيم اللي قامت ام كلثوم 14 سنه. قابلتي نبيله عبيد؟ طيب اديتي نفسك فرصه؟ لا لا ما كانتيش. لا 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 هي تملي كان الاتصال عن طريق يحيى العالمي يعني. تمام. طب دي شخصيه كانت مرشحه، مين تاني قبل صابرين؟ لا مش هقول بقى قبل صابرين مين. انا فكرت يعني في بعض الناس كتير يعني، مثلا في سناء منصور كانت مرشحه عايده كامل على اساس انها السمره والاداء التلقائي وغيره حاجات من كده، بس هي مطربه مهم. وايه انا فاكره انا في مكتبها قلت لها طبعا هجيب لك ونناقشها يعني في مكتبها، لان هي كانت مصره ان هي دي الاصلح ده طبعا دي كلها دي ترشيح اصدقاء يعني. فجبنا عبله كامل. عبله كامل قعدت تضحك وما قدرتش تبطل ضحك، تقول انا اعمل ام كلثوم؟ طبعا مش ممكن. قالت لي ده انا كده يعني، قالت لي ما اقدرش
عبلة كامل ما قدرش تخرج من عبلة كامل حقيقي يعني. أصل فن التقمص دوا محتاج ممثلين من نوعية خاصة. مين تاني بعد عبلة كامل؟ في فكرة برضو حد كان في اقتراح كده برضو بتاعنا سوسن بدر برضو. كل ده أنا قعدت أفكر وبعدين أتراجع بسمرة بوشها المصري كده يعني. بينها ممثلة برضو قديرة ولكن انا بجسد مطربة في المقام الخاص. اذا الممثلة اللي انا اجيبها لازم تكون عندها فكرة عن فن الغناء, لازم تكون مارسته. صابرين بالفعل وهي الطفلة وهي صبية كانت بتغني في الافراح وبتغني في الحفلات وكانت بتقلد المغنيين يعني, مش بس بتغني الاغنية لشادية او لنجاة او لفايزة لا كانت بتقلدهم وكانت بتقلدهم بإتقان شديد يعني. فأنا وبعدين صابرين اشتغلت معايا فعارفة قدراتها قبل يعني حكمة عارفة وكولا اشتغلت معايا فيلم كمان اسمه صعد الأحلام عنده عبد العليم. صابرين وشها مصري قوي مليح يعني, ايه فلاحة مليحة. واللي حسم الموضوع كمان انا شفت صابرين في مسلسلين في سنة 97 في رمضان 97 مسلسل كان بتمثل فيه في جمهورية زفتة يعني فلاحة, مسلسل اخر في هواني مجرد سيتي كان بتمثل فيه هانم. فلخصت لي حياة ام كلثوم وكان في المسلسلين مجيدة في التمثيل. فقلت دي الوحيدة اللي هتجمع ما بين الفلاحة وبدي وكمان الحكاية انها عندها فكرة عن فن الغناء يعني ده, وبعدين قدرتها على التقمص انا واعية ليها يعني. بس انا في حاجة ما فهمتهاش بقى يعني. انا صابرين يعني انا التقيت بيها في هذا البرنامج من قبل كده, قالوا انها تخنت عشان تجسد دور فترة من مرحلة من مراحل عمر ام كلثوم وهي مليانة شوية ورجعت خست تاني بناء على طلب حضرتك. هل ده حقيقي؟ لان الناس المقربين لا ام كلثوم بيقولوا عمرها ما كانت تخينة وكان وزنها لا يتعدى ال 60 كيلو يعني. يمكن هي انا اتفقت معاها ساعة ما اتفقت اولا ما اتفقت معاها يا بس وشها مليان وشها مليان كان صابرين مليان اتفقت معاها كانت وقتها تخينة صابرين. قلت لها بس ال الاتفاق تنزيل مش هيتم الا اذا خسيتي لان ده ما ينفعش على الشاشه. خست فعلا في البدايه وبعدين بعد كده لما التصوير استمر فتره طويله وبعدين هي كان عندها احباط من انها معقوله هتجسد ام كلثوم وخايفه انها, خصوصا ان جوزها كان يقول لها ده من عم ضحكت عليكي ده انت ممكن هيرموكي بالبيض والطماطم كلثوم اللي هتعمل ده جوزها تقول لها كده. فكان في ناس بتحبطها من انها لا يمكن تقدر تجسد ام كلثوم يعني. وكانت هي يعني بتعاني من بعض, كانت بتاخد نوع من الاقراص معينه يعني بتخنها يعني. فهي كانت حريصه على العلاج ده اكتر من حريصه على انها, لان هي ما كانتش متوقعه كل هذا كل ردود الفعل دي يعني. كانت خناقات كتير بتقوم بيني وبينها في اثناء العمل عشان التخن, وكانت لما تيجي تاكل تقفل الباب عليها عشان خاطر انا ما اعرفش انها بتاكل يعني. كان انا يعني في ال يعني اذا هي ما تخنتش يا صابرين بس يعني انت ما اتقال ده تخنت على شايفه ام كلثوم في مرحله بتينا ده ما حصلش. ده حقيقه بقى من المصدر ده من المصدر يعني. لكن ارجع واقول لك حاجه, صابرين عملت الدور وهي عندها 32 سنه يعني كانت صغيره يعني. وفضلت لغايه لما بقت عندها سنها 75 سنه اللي هي الوفاه يعني. التخن نفعها في المرحله الاخيره لان صابرين وشها بيبي كان فالتخن ادها النقد شويه بتاع ام كلثوم, ادها السن كانها يعني نامت على يعني مع السن تخنت يعني. لكن وشها وهي صغير لان كان هي عندها 32 سنه وشها يدي اصغر كمان فخدم الشخصيه في المرحله الاخيره. طب عملتي ازاي مع الاشاعات حول زواج ام كلثوم؟ لا الملحن محمود الشريف, لا ده حصل دخله, لا ده ما حصلش, ده كان كاتب كتاب, لا ده زواج مع مصطفى امين ده مع 10 سنين, لا ده ما فيش زواج. القصه دي المسلسل يعني هو طبعا هنا كان هذا السؤال كان
كان محفوظ عبد الرحمن. لكن احنا في حاجتين حصلت من يعني انا حضرتهم بحكايه محمود الشريف دي. اهلها كانوا سيرين جدا وكانه ان مصممين انها ما اتجوزتش محمود الشريف، وقالوا لو احنا طلعنا انها اتجوزت محمود الشريف هيرفعوا قضيه على المسلسل. بس الشهود كلهم بيقولوا حصل جواز، لكن زي تقول هم كانوا ايه مستكترين قوي عليه، يعني ان هو حاجه قليله وهي كانت حاجه مستقلين محمود شريف نظرهم يعني. فكمان هنأكد الواقع على الشاشه دلوقتي. فقلنا هيجرى ايه لو احنا عملناها خطبه واتفسخت، قصدي ما كانش فيدباك، خطبه واتفسخت خلاص، بنعم عملنا الحب وعملنا غيره يعني انتوا مشيتوها في المسلسل اللي هو خطبه واتفسخت يعني. واتفسخت لظروف يعني نوع من وده ممكن يكون حصل. اللي هو اللي هم الاثنين في كارير واحد ومفروض لحنها لحن، فحس ان هو ما عجبهاش زي ما حصل في المسلسل يعني. فحس بحساسيه شديده جدا، حساسيه ممكن تحصل بين اي زوجين في نفس الكارير. بس كتير برضو كتب وعلق وكتب في كتب قال لك المسلسل برضو كان فيه حاجات مش صحيحه، عبد الناصر ما ظهرهاش بالليل ده ظهرها الصبح، مش عارف في حالات معينه. عبد الناصر ان ال اولا كان على علاقه حميمه بام كلثوم، وهي كانت علاقه حميمه بعيلته لدرجه في احداث 56 دي ما جاتش في المسلسل. بدا مراته واولاده في البدرون فيلة ام كلثوم عشان الطيارات، عشان يعني وصل العلاقه كده. يمكن قلنا احنا في المسلسل انه كل يوم كان مدمن ام كلثوم، يسمع عايز يسمع اغنيه من اغانيها يعني. وكان فيها وكان معتبرها سيده مصر الاولى يعني. في عهد عبد الناصر ما كانش في سيده اولى، مين كانت السيده الاولى؟ ام كلثوم. عمل لها باسبور دبلوماسي بعد النكسه، لان عشان الدور الوطني اللي قامت بيه، وبقت تتحرك كانها شخصيه رسميه يعني، مبعوث رسمي من وزاره الخارجيه مثلا يعني. على لما بتسافر وتغني وغيره، بعد اصل الباسبور الدبلوماسي ده ما تحركش الا بالشخصيات. طب هل فعلا قلتي ان شخصيه عبد الناصر في المسلسل كانت افضل من احمد زكي حينما جسد دور عبد الناصر؟ انا قلت ان رياض الخولي كان اقرب شخصيه للشكل عبد الناصر من ناحيه الحجم الجسم، كان كمان كان اقل ساعه ما صور جسد الشخصيه في ام كلثوم رياض الخولي كان اقل حجم يعني اقل ضخامه من دلوقتي يعني. كان طويل وعريض المنكبين زي عبد الناصر، وشه طويل، كان قريب قوي من شبه عبد الناصر، وكان يعني كان لما يطلع الشاشه الناس تحس ان برهبه عبد الناصر. احمد زكي فنان في عنده برضه موهبه التقمص لحد كبير، لكن ده حصل في السادات اكتر من تجسيد دور عبد الناصر. انا صدقته جدا في السادات، حسيت انه قدامي ان ده السادات فعلا بالفعل يعني. فعبد الناصر ابدا رايي الشخصي يعني، حسيت ان في بوند بين يعني في مسافه بيني وبين احمد زكي، وخصوصا ان هو اصر يعمل الخطب بصوته هو، بصوت احمد زكي. يعني انا يعني سابقين لما كانت بتغني غنت بصوت ام كلثوم. يعني انا لدرجه ان عمار الشريعي كان نفسه امال ماهر اللي هو اللي اكتشفتها انا وهو، كان نفسه ده امال ماهر في الحقيقه. كان نفسه امال ماهر تغني المسلسل كله بصوتها. يعني قلت له لا، من اول رق الحبيب اللي هو الحلقه اللي اعتقد ال 24 في ام كلثوم اللي غنت فيها رق الحبيب، ولحن لها في الحلقه 23 لحن لها اصابجي الاغنيه، قلت هنا لغايه اخر المسلسل اسمع، خلي الناس تسمع اسمع الناس صوت ام كلثوم. بس على فكره شهرته رق الحبيب، يعني رق الحبيب في جيل كبير جدا ما كانش يعرفه، ما كانش بيسمعها. المسلسل عمل حاله انتعاش لرق الحبيب. عارف رق الحبيب دي لحنها الاصابعي سنه كام؟ 41.
ومع ذلك لما تسمع لحن رأى الحبيب تحس ان اللحن عصري جدا اللي هو معمول سنة 41. نعم. انا عايز اقول هذا المسلسل على فكره بيتم اذاعته في في الراديو. وانا ترجم الاستوديو بسمعها. لك الفنانة انعام محمد علي. انا ما سمعتش ولا حلقة هي. ده بقى له فترة. لان انا مستغربة المسلسل اللي هو بيعتمد على الصورة. متقطع ربع ساعة كل يوم. طب انت حسيت بايه وانت انا لا انا رابط طبعا الصورة قدامي. انا بسمعها وفي خلفية ميموري عندي. مليانة بصابرين وبالفنانين يعني الفنانين نفسه. طيب من أم كلثوم لي كنت عايزة أقول لك حاجة بالنسبة لصابرين. يعني بين قد إيه زي الواحد بيحاول يحقق المصداقية في من خلال أداء الممثل يعني أو شكله الظاهر الخارجي أو احساسه الداخلي. يعني صابرين كانت بتمثل وهي طفله وتعودت على وخدت بعض اللمحات من فضلت الحاجات دي معاها لفتره طويله. مقله العينين كانت بتتحرك على طول لان زي الشقاوه اللي هي العين قلت له في ام كلثوم انني ده يثبت حركة البق كانت تروح تيجي قلت لها البق ده ما يعملش الصوت نفسه نبرة الصوت كانت رفيعة لأنها صوت تعود على التمثيل وهي طفلة يعني. فقلت لها لا لازم أم كلثوم ده صوت عريض لازم تستخدمي القرارة على طول والمشية وهكذا يعني. فبتوقف وتعيدي أنا كنت لما لا أولا هي ذكية جدا وتقدر تلتقط الملحوظات وتنفذها يعني بحذافيرها وبشكل وتضيف لها تضيف عليها من موهبتها يعني. يعني احسن مشاهد صابرين كانت وهي بتغني لأم على المسرح لأم كلثوم جبنا يعني. لقطات كثيرة منها لما كانت تنسى نفسها وترجع صابرين اقول لها صابرين انا مش عايزة صابرين عايزه هي عارف مجرد الكلمه تروح تفوق بقى نفسها وتعرف انها جابت طيب. حاجات يعني برضو قبل ما اقفل ملف صابرين او ام كلثوم معانا قصه حب احمد رامي وام كلثوم يعني انتوا في المسلسل جبتوه نوع حب من طرف واحد او حتى لم يتم الاعتراف بهذا الحب في المسلسل ما كانش باين قوي ان في حب بس انا عارف الناس اللي عاشوهم ان كان في حب قوي وحب متبادل بشكل او باخر لدرجه ان كل اغاني اللي احمد رامي كتبها لها كانت بمواقف انا ما كنتش اعرف ده غير لما قعدت مع الناس هجرتك كانت لها معاني جدت حبك ليه كانت لها معاني كل اللي كتبه احمد رامي لها كان انا معاك ان احمد رامي كان يعني انا ليه وجهه نظر تانية يعني انت عارف المبدع بيبقى عاشق لعمله وبعدين عمله دوا لما وخياله جامح يعني لما تجسده صوت زي ام كلثوم وشخصيه زي ام كلثوم ده لازم يعشقها جدا مش هنا بيعشق كمان مش بشك ام كلثوم كانثى بيعشق احمد رامي في صوت ام كلثوم يعني في عشق لذاته امتداد له يعني عشان كده لان برضو الناس اللي كانوا قريبين من ام كلثوم قالوا لا هي حبته بس هم قالوا لو ارتبطوا ببعض هو هيقضي عليها كفلاح لا انا ده قلت ده في المسلسل لكن اللي حصل في المسلسل لا نعم انا قلت ده في المسلسل وضحت ام كلثوم لا من ناحيتها لا هي والدليل على كده طبعا اصابجي تيم فيها وضيع نفسه بس هي ما حبيتوش لا الأصابجي لكن هي رامي طبعا لانه شاعر لانه هو من صناع مجدها احد صناع مجدها الكبار يعني كمان ده وتثقيفها وغيره كل ده فهي ممكن تكون حبيته كاستاذ وكمبدع لدرجه ان هي لما كانت بتلاقيه يعني ده من ضمن الحاجات اللي قريتها ما جاتش سل يعني يبقى لا صح بقى لا يعني هو نوع من ما فيش واخد فلوس لا لا, لا 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 لو لم يتقدم دينا نوع من لعب الانثى برضه المؤكد ان هو حبها جدا بس حب فيها شخصه ابداعه لانها زي كان زي ما بتقول الملهم ليه العشق انتج كل الاغاني دي
ويبقى هو تملي محتاج. وهي استغلت احمد رامي بقى في تقديم الاعمال بقى اللي تمجدها زي ما حصل. طبعا مش احمد رامي طبعا 50% من نجاح اغلب اغانيها كانت تاليف احمد رامي او التعيني كمان. طيب من ام كلثوم الى القصه الرومانسيه اللي شديتي بيها كل الناس، والناس قعدوا يقولوا ايه ده بعد كل الحب اللي حبيته له يتجوز عليها، وبقينا متعاطفين شويه مع الزوجه الثانيه وشويه مع الزوجه الاولى وقصه الامس. قولي بقى جات لك ازاي فكره قصه الامس؟ وهل كنت تتدخلي في مجرى الاحداث ولا لا؟ لا الحقيقه اللي رشحني للاخراج دوت الاستاذ جلال عبد القوي المؤلف. الاستاذ جلال عبد القوي كان من يعني كنا اكتر من مره كنا عايزين نلتقي وما تمتش يعني. فكان هو يعني كان عايز ان انا يعني اخرج له عمل يعني. انا خدت قريت العمل وكان فانا فاكره كان اول مره اداني 19 حلقه. بدأ معاك ب 19 حلقة. طبعا استاذنك بس هتوقف عند بداية قصة الأمس معايا الناقدة الفنية خيرية البشلاوي. أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك استاذ خيري، كل سنه وانت طيبه ومنورانا دايما. ربنا يخليك، شكرا. بتشوفي ازاي يا فندم الاعمال الفنيه وما يتم تقديمها بالمقارنه بما قدمته المخرج الكبير انعام محمد علي؟ يعني انت بتقارن انعام محمد علي دي الالماظه بتاعتنا يعني الجوهره اللي موجوده في الدراما. طب سايبينها ليه يا فندم؟ بس الجيده العظيمه المؤثره الدافعه لعجله المجتمع وللتنميه البشريه هتلاقي انعام محمد علي هي القائده في الحته دي. طبعا معنا مخرجين كتير، ولكن انعام محمد علي من اجمل ومن ارقى ومن اقوى صناع الدراما في وطننا العربي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. فانت بتتكلم عن قوه دافعه ليها رسوخ وليها اثر باقي وخالد، وليها اعمال لا يمكن لاي جيل من الاجيال سواء اللي عصروها واللي عصرناها واللي هيجوا بعدنا هيشوفوا قد ايه كانت الدراما المصريه بتلعب دور مهم وتعليمي وتثقيفي وتنويري وحضاري. وهذا الدور نفسه لا تلعبه الدراما الان بكل اسف، او على الاقل الانتاج النسبه الاكبر من الانتاج الدرامي لا يراعي المسؤوليه المجتمعيه لوسيط مهم جدا اللي هي الدراما التلفزيونيه. المخرج صاحب الرؤيه، صاحب الموقف الوطني، صاحب القضيه وصاحب الطموح في التأثير بقى نادر على فكرة. نعم. يعني أمثال أنعام ما بقاش موجود بقوة اليومين دول. طب والحل إيه يا فندم؟ يعني الحل دلوقتي إيه؟ ولكن إحنا عشان نخلق جيل منتمي وجيل مثقف وجيل حضاري وجيل يعرف قيمة وطنه وقيمة ما يملكه من ثقافة وتاريخ وحضارة، الدراما ما بتلعبش بكل أسف اليومين دول هذا الدور. انما الدراما اللي قدمتها الميراث الثقافي اللي تركته انعام محمد علي واللي اتمنى لها طولة العمر ويعني والقدرة على العطاء اكتر واكتر، ده ميراث لا يعوض، والحمد لله ان احنا عندنا هذا الميراث مضيء، وكلما يعني حبينا نسعد بنرجع لعمل من اعمال هذه السيده العظيمه. طب بالنسبه للاجيال القادمه يعني الحل ايه يا فندم؟ عندي طاقات معطله، عندي لا بص حضرتك انت لازم، انا مؤمنه جدا 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 ان العمل الدرامي او الابداع الدرامي هو نتاج محصله جامعه لما يجري في المجتمع المصري. لو عندك تعليم قوي، لو عندك اعلام قوي، لو عندك اسره جيدة مترابطة، لو عندك الأم اللي هي مدرسة، لو عندك هتطلع دراما كويسة، هيطلع عندنا جيل محترم. إذا لازم نبدأ بالتعليم، نبدأ بالإعلام، لازم يكون كمان في إرادة سياسية قوية شايفة إن دي قوة، القوة الناعمة هي نفسها القوة الضاربة التي توجه إلى العقل. القوة العسكرية شيء عظيم بيحمينا، ولكن من يبقي على هذه الحماية ويحافظ عليها هو القوة الناعمة اللي بتتوجه للعقل وللودين وللقلب. نعم. فأنت عشان تخلق هذه المنظومة الرائعة اللي بتمس المشاعر وبتمس البنية العقلية للمواطن، لازم يكون في مناخ
خصم يخرج أجيال ويخرج المنتج والمخرج ورأس المال الوطني اللي يبص للمهمة دي بتقديس. ايوه يا فندم، بس انا كان عندي ازمات مصر مرت بيها يعني اكتر من نكسة 67 وكان عندي جوع وعندي مشاكل اقتصادية. هي ازمة الابداع درام. نعم بس في 67 دي دي, دي 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 كمان ازمة لازم ننتبه اليها زي ما بننتبه لازمة التعليم. نعم يعني انا اللي عايز اقول لحضرتك الدراما بتأثر زي تأثير التعليم بالظبط، وبتدخل البيت وبتدخل للست المتعلمه والست غير المتعلمه وبتدخل طيب. لكل الاجيال. السؤال الاخير لحضرتك استاذه خيريه، السؤال الاخير نعم. لحضرتك في 67 مصر كانت عندنا نكسه وعندنا هزيمه وعندنا فقر وعندنا مشاكل اقتصاديه وعندنا طوابير في الجمعيات عشان ناخد رغيف العيش والرز جميل. والزيت جميل. كان عندي ازمه اقتصاديه في 67 ولكن ما كانش عندي ازمه في الدراما ولا في الاعمال الفنيه. النهارده عندي ازمه، أزمة شديدة، حلها الدولة تدخل بقى كده بصدرها وتنتج ولا يكون في رقابة فعلية؟ ولكن أنت لازم تشوف كمان أنك أنت ما انتش سنة 67 دلوقتي، أنت عندك قوة أخرى مهاجمة بقوة وهو رأس المال الذي يصب في صناعة الدرام. فأنت عندك لو رأس مال وطني حقيقي زي كده الرأس مال اللي بيشتري الدبابة وبيشتري الطيارة وبيشتري الغواصة والصاروخ هو ده اللي ممكن يصنع لك أعمال درامية قوية وعظيمة. إنما أنت عندك مؤثرات كتيرة جدا وعندك قوة ظلامية مسيطرة ومسكة مكبرات الصوت تدوشنا بيها طول الوقت. فأنت عندك لازم تمنع الأول التيارات الظلامية المسيطرة على المدرسة على الأسرة على الإعلام، دور عليها كويس ومش لازم تبقى ظلامية بقناع ديني، بتبقى ظلامية بدمع بقناع يساري كمان. يعني عارز اقول ان انت عرضة لحرب من كل الاتجاهات، واحد الميادين القوية للحرب ضد الشخصية المصرية تفكيكها وتفكيك المجتمع وخلق صورة ذهنية دونية للمجتمع المصري، المجال بتاعها هو الدراما التلفزيونية. نعم انا بشكرك جدا وكلامك مهم ومثير ولابد من التركيز عليه، ولابد ان يكون في مسؤولين في الدوله مسؤول عن الفن وعن الاعلام في البلد دي يشوف الناس المتخصصه. بتقولي هيك كنت بتقولي اول ما بتقول راس المال الوطني، شايفه ان ممكن بشكل او باخر بقى في سيطره من راس المال المضر للبلد في الاعمال الفنيه؟ هو يعني انا مش عايزه يعني اتكلم عن فكره المؤامره، لكن هو راس مال غير واعي بيهدف للربح في المقام الاول. يعني درجه السنه دي اكبر ظاهره يعني رصدوها كل من شاهد دراما تلفزيونيه، سيطره الاعلان على الدراما درجه اصبحت اعلان يتخلله فواصل دراميه مش العكس، مش فواصل درامية مش فاصل درامي يتخلله اعلان، لا العكس اعلان يتخلله فاصل درامي. يعني بقت انت بتقعد تتفرج ربع ساعة اعلان وخمس دقايق دراما، ده بيأثر على التسلسل الدرامي طبعا. بأصبح الدراما مش هدف، الهدف هو الاعلان. بيقولوا فاتن حمامة كانت شرطة من شروط ان متحطش اعلانات حتى بعد التتر المقدمة، قالت لك حطوه في الختام حقيقي. لا ما كانش في وقتها الاعلام مسيطر بالشكل ده. انا ما اعرفش الحقيقه الشرط ده مش فاكره يعني بدا يحطوها اعلانات بعد التتر ما بيخلص في بدايه الحلقه. ممكن هو غالبا كان بيبقى اول قبل الحلقه او بعد الحلقه، ده كان ده سيستم كان هي قالت لا ما تخليش في اول الحلقه، هي كانت عايزه كمان الناس ترتبط بالتتر مع بدايه الحلقه يخلوه في اخر الحلقه. ممكن يعني، لكن الوقت بقى انت ما بتقدرش تلم بالحلقه خالص من كتر يعني عقبال ما كتر الاعلان وترجع الحلقه انت كنت فين. وبعدين في ناس بتزهق من الاعلانات فتقلب فترجع تلاقي جزء من الدراما خلص او ابتدى، فحتى بتخلي المشاهد يعني وده اللي كان الناس تتابعه بقى على الانترنت يعني تتابع الحلقات كلها على اليوتيوب يشوفوها. طب يعني برضو قبل ما ابدا بقصه الامس هيكو بما ان يعني اتصال تليفوني اللي جالنا كان بيتكلم على كمان صناعه الدراما، هيكو قبل كده بتقولي ما ينفعش ابقى بطل بيتقاضى الملايين
وده اثر على العمليه الانتاجيه. نعم. بتشوفي ده ازاي؟ المسلسل يبقى يعني 90% من انتاجه او من فلوس المموله له رايحه للنجم والباقي هو مش بس كده، هي العمليه الهرم الانتاجي اتقلب تماما. يعني بقى الاول كان على قمته المخرج قصدي المؤلف والمخرج. وكان المؤلف والمخرج الممثل بيستدعى يعني تبقى حسب الدور الموجود في فتهيك بتختاري الممثل كل طبعا صلاحية طبعا طب في كله يعني فيش كل الصلاحية مطلقة يعني. دلوقتي اللي بيحصل لا ده بعد في بورصة رمضان بقى لا الممثل اللي بيلمع نجمه واللي بيجيب اعلانات اكتر بتتسابق عليه قنواته او المنتجين وبتعاقدوا معاه قبل ما يعرفوا ايه النص او مين المخرج. وبعد كده بيبيعوا باسمه. بعد كده يجي بقى يعني زي ما قلت الهرم اتقلب بقى على قمته الممثل ونزل المؤلف والمخرج اللي هو اللي بيختار المخرج بقى اصبح هو بقى بيختار المخرج وبيختار كمان ورشه كتابه اللي هتكتب له الدور اللي هيبروزه اكتر واسهمه هتكتر اكتر وتناجمه اكتر. مش بيختار موضوع، مش بيختار رساله، مش بيختار مضمون، لا ما بقاش ده بقى ازاي انا الممثل اللي عندي افصل له عمل. ده لمصلحة الفنان ولا ده بيضره؟ أنا رأيي أحيانا يضره، أحيانا يضره لأن في الآخر أنا بلا لما الدور كمان ما بحس إن العمل متمحور أصل ده مسلسل، مسلسل طويل ما هوش فيلم، ما هوش ساعتين. طب لما الفنان بقى ياخد ال 90% من ميزانية العمل والباقي يتوزع بقى على الديكور، يتوزع على الإخراج، يتوزع على التأليف، ده أنا مذهولة ليه الأجور الموجودة دلوقتي؟ طبعا بتهز جدا العملية الإنتاجية لأن ده بيضر كل عناصر العملية الإنتاجية. سمعت الملايين يعني؟ لا لا لا، ما انت قلت ان فتح حمامه 75 وعلى ايامها البعض يقول لك ايه ما الجنيه المصري ايامها ماشي احنا بنتكلم على 91 نضرب ال 75000 ايه في 10 750000 في 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 100 تبقى في الاخر يعني 7 مليون. طب نشوف مع بعض يا جماعه محمد رمضان وهو بيقر بيعترف ده اللي هو قاله ما اعرفش بقى كمان الحقيقه كان ايه بياخد 45 مليون جنيه بس بيدفع الضرائب والقيمه المضافه. على فكره انا برضه بدفع الضرائب والقيمه المضافه. شوفوا 45 مليون جنيه نرجع كده نعلق على الاجور العاليه دي سببها ايه. اتفضل. احساسك ايه وانت اشتغلتي مع فاتن حمامه في عزاه وكان اعلى اجر على فكره سعاد حسني كان اعلى اجر خدته 3000 جنيه في الحلقه يعني برضه يعني خدت ملايين جنب اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. وبتسمعي النهارده محمد رمضان كمخرجه شايفه ده ازاي؟ شايفه ده ظلم وتكريس للطبقيه داخل الوسط الفني نفسه. ان في حد بقى يعني كانه النجم ده بقى يعني اعلى السلم وبيبص على الباقيين من فوق لان كلهم بياخدوا فعلا اجور قليله. ده ساعات بيجيبوا ناس نجوم كبار وبيمضوهم باليوميه يعني يدوهم اجر يوم يقولوا دورك مثلا هيقعد 3 4 ايام في اليوم هتاخد كذا. يعني مش يعني ادوا النجم الفلوس دي وجم مع الممثلين التانيين برضو ادوهم الاجر اللي يستحقوه او اللي كانوا بياخدوه حتى في القطاع العام يعني. لا ده يعني بقى الكل بقى يعني مش مهم، المهم هو الاوحد هذا النجم. هذا النجم برضو في حاجه برضو يعني برضو يعني تفكر فيها قوي ان احنا بناخد دلوقتي بقت الملايين بقت بتتاخد بسهوله وبكثره وبشيء مذهل. يعني في نفس الوقت ما لقيناش نجم مثلا اتبرع لتحيا مصر مثلا او اتبرع لحاجه معينه او عمل شيء لبلده زي اي نجوم العالم زي ام كلثوم وغيرها وزي اي نجوم وزي هنروح ايه زي محمد صلاح. يعني محمد صلاح اللي هو النجم العالمي عمل عده مشروعات قريته وكمان اتبرع لبعض الاعمال الخيريه.
عموما احنا ما زلنا مستمرين مع حضراتكم، لسه ما شبعناش من ضيفتي الكريمه. احنا النهارده بدانا بأبلة حكمة وام كلثوم، خدت منها وعد ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. لسه معانا قصه الامس، معانا الحب واشياء اخرى والطريق الى ايلات، اعمال عظيمه زي كمان مشرفه وقاسم امين. بشكرك جدا، نورتيني وشرفتيني، ومع وعدك ليا الاسبوع الجاي نكمل نستمر الحوار. ها نستمر؟ ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا، بشكر المبدع انعام محمد علي، بشكركم مشاهدينا الكرام. بكده خلصت حلقتنا النهارده من عامة يتساوون مع احمد عبدون، تحيات وليد امام، منار فتحي، وتحياتي احمد عبدون. نشوفكم بكره ان شاء الله في الرابعه وحلقه جديده مع الدكتوره ملك يوسف زرار، والصداقه بين الرجل والمراه في 2018، وهل هو فعلا حب على نار هادئه، وهل هناك صداقه ما بين الرجل والمراه المتزوجه ولا لا. تابعونا غدا والصداقه بين الرجل والمراه.